بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا حالة إنسانية جديدة إخواني الأعزاء، مثل ما عودتكم الشرطة المجتمعية بقيادة اللواء الدكتور سعد معن المحترم، وأيضا بقيادة العميد غالب العطية، بحالة إنسانية جديدة. اليوم عندنا الأخت برة كان عاجبها تشتري دراجة هوائية. اليوم الدراجة الهوائية اشتريناها بمساعدة الأخوة في الشرطة المجتمعية، وأكيد كلام قليل في حق الأخت درة. درة، شكرين على الشرطة المجتمعية. والله كلش أشكركم صراحة، كلش فرحانة، حسيت حاليا وجود أبويا وياي. والله ما أدري شلون أشكركم. بعد شنو مشاعرك؟ والله يعني جديات أنا، يعني إن شاء الله موقف الله يرحمه بابا، يعني دائما تشتغل على شغلة تجيب لي، هسه حسيت إنه وجوده موجود. طبعا للأمانة إخواني الكرام، الأخت درة هي طفلة يتيمة، أكيد هذا تيداً الشرطة المجتمعية هو التعاون ومساعدة كل الأطفال الأيتام، والتعاون مع كل عوائلنا الكريمة. يا رب الله يحفظكم، يحفظ أهلنا وناسنا الطيبة.